ايه يعني بين الحادث الاول والثاني 4 شهور، بعد فتره صار التفجير. وحتى في اعمال كامله في اجورها ما كثير واو. يعني احلى لحظه بحياتي، انا عاطفيه جدا، انا دائما لا تشوفني هيك، انا بالكاست بكون عباره عن رفيق للكل اكثر من رفيقه. خلص انا بس حب حدا بحبه يعني، فانا على علن معه يعني، عرفت كيف؟ يعني هلا ما في، لا في حدا. أول شغلة بنقول يا ميت أهلا وسهلا بالفنانة رشا إبراهيم معنا عبر الليالي. أهلا وسهلا فيكم. يعني يمكن الأسئلة الصعبة يلي بتنسأل لأي صبية مو قصة عمر ووزن. رح نسألك أنت قد تقيمي جمالك من 10 بينك وبين حالك على المرأة؟ ما تطلعي على حالك قد تقولي أنا جمالي من 10؟ فاجأتك. قد إيه جمالي من 10؟ 7. 7؟ طيب ليش مثلا عم تقولي 7؟ شو اللي بينقصك تصيري 10 من 10؟ ولا انتي بفكرة انه ما في حدا كامل؟ ما حدا كامل. اذا بدنا نحكي اليوم تواجدك كممثلة جميلة، وين بتصنفي مثلا من اجمل 10 مثلا بالدراما السورية؟ ولا لا انا عادية بفضلي انه تكوني انتي ممثلة مالك ممثلة جميلة؟ انا بفضل دائما ان يكون ممثلة فقط. بس طيب مين بتشوفي اجمل ممثله سوريه؟ يعني هي اكيد ممثله وشطوره وبتلعب ادوارها صح، بس انه لما بتطلع على الشاشه انه جمالها جذاب قد ما انا بحب. انا بحب كاريس بشار كثير. بتحبي هذا طبعا النوع من الجمال؟ طيب هيك كانت مقدمه مثل ما بيقولوا لحتى نكسر الجليد بيننا وبينك. هلا حابين نقول لك الف مبروك انك انهيتي تصوير مشاريه الشهره. الله يبارك فيك. خلصتي تصويرها كامل؟ ايه تمام تماما. بدنا هيك تحكي لنا شوي عن طبيعه هي العشاريه. انا سمعت كثير قصص عنا من المخرج، ولما زرناكم باللوكيشن شكلها غريب، فشو ممكن تخبر الجمهور عنا؟ هي فكره العشاريه انه اساسا هي تصورت كلها بالغابه. ما بدنا نحكي احداثيات الشخصيات وكذا، بس الفكره الاساسيه تبعها هو الصراع على شيء اللي كل البشر عم تتصارع عليه، والنتيجه اكيد بتكون دائما ماساويه، لانه بذرتها هي الشر مو الخير. حلو. طب شو الشيء اللي عم تتصارعوا عليه؟ هي بتكشفي لنا بس ساعدها. شو اللي كل البشر بتتصارع عليه؟ مصاري طبعا، بس هي السلطة. القوة والسلطة والمصاري هي بتاخذ بتحمل كثير معاني. طيب شخصيتك بهي العشارية بالتحديد مثلا اسمها عمرة، انت قديش متفائلة فيها؟ انا كنت عم بلعب فيهم معهم شخصية عبير. عمرة ما يعني عمري يعني نفسها. متفائلة فيها؟ أكيد متفائلة فيها، تعبنا كلنا يعني شباب وصبايا، عطينا كل جهدنا، طبعاً الكاست الإخراجي والتمثيلي والفني أكيد كله تعب، وأكيد متأملين خير يا رب. أكيد نحن كمان نتمنى لكم هذا الشيء. طيب اليوم مثلاً إذا بدنا نحكي على عشارية عشر الغراب، هلا أنا حسب معلوماتي الحالية ما بعرف هلا أنت يا بتضيفي لي يا ما تكوني ما بتعرفي مثلي، إنه وين رح تنعرض؟ نحن لسه ما بنعرف. طيب حلو. طيب اليوم اغلب هدول العشاريات يا اما عم يعرضوا بشكل يعني مرور الكرام على قنواتنا المحليه مثل ما شفنا السنه الماضيه مثلا بطبق الاصل، او عم ينعرضوا على منصات عم تكون هاي المنصات تصل الى فئه معينه من الشعوب، تكون واضحين لانه هي لها اشتراكات مالية. فاليوم انت رايك بهي الحاله اللي عم تصير؟ اليوم انت كرشا ابراهيم بتفضلي انه لا انا بحب شارك بالمسلسل خلص هو عندك خيارات بديله؟ انا ولا انت؟ انت عندك خيارات بديله؟ انا ما دخلني، انت اللي عم تمثلي. لا قصدي يعني نحن كممثلين شو عندنا خيارات بديله؟ ما عندي خيار بديله. تمام، اذا نحن مضطرين بعدين هلا كله متجه يعني نحن اليوم ما عاد في تي في، يعني ما عاد حدا شاف تي في عموما يعني. بفهم انه مو كل الفئات بتقدر، بس ما عاد حدا شاف تي في يعني القلال، وبالاخص بسوريا يعني موضوع الكهرباء واو يعني كثير. ايه بقى نحن اكثر عم نمشي باتجاه اكيد يوتيوب نت. انا اليوم وقت بدي احضر شيء بحضره على اللابتوب او موبايلي يعني. حلو هذا الكلام نحن متفقين عليه. ايه بس ما في خيارات يعني، نحن اليوم مو مثل اول، مو مثل زمان قبل الازمه يعني. الدراما السورية والمشاكل اللي تعرضنا لها، مو بس الدراما، كل المهن يعني. فنحن ما بنقدر نقول والله نحن اليوم عم نقاتل،
بطريقتنا بشغلنا تمام. فما عنا خيارات غير هيك. حلو هذا وبكفي شرف المحاولة الدائمة إنه الشباب عم تشتغل وتقدم وتعطي إن كان ممثلين ولا مخرجين ولا مخرجات ولا فنيين ولا هاي مهنتنا يعني. طيب قلتي لي في عنا مشاكل تعرضنا لها ونحن بنعرف إنه أنت في أزمة مريتي فيها، هي أزمة صحية كان صاير معك حدث معين، ما رح أحكي أنا منه شيء. أنا حابب إذا أنت حابة تشاركي تفاصيل هاي القصة مع الناس وصار معك بوقتها، لأنه أنت يعني غبتي فترة لطيفة بسبب هذا الشيء. ما رح لك رجعت شو لطيف فترة، أما الشيء اللي كان عم يصير أبداً مو لطيف. تخيل شو كان عندك تويتر بتاخد العقل. حكينا عنه اشتهيتك والله بعيد الشر عنك. لا لا هلا أنا تعرضت لحادثين وتفجير، هلا احكي عنه ببساطة تجاوزته ومشي الحال والحمد لله رب العالمين. الله فضل علي وتركني هيك بصحتي وعافيتي. بس كمان في فائدة كان من هاي القصة تعلمت من خلالها كتير، أضافت لمخزوني الذهني والنفسي ولخبراتي شيء أكبر وأهم أكيد يعني. طيب قلتي لي حادثين وتفجير. حادثين سيئين، حوادث سيارة، حادثين سيارة وتفجير، بس حادثين يعني بيعجبوك مو حي الله هيك. أول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هدول اجوا ورا بعض؟ ايه يعني بين الحادث الأول والثاني 4 شهور، بعد فترة صار التفجير. لحقتني طاقة ما بحكي لك قديش ظريفة. حنجي نحكي عن فكرة هاي الطاقة، بس هلا مثلا بوقت التفجير يا رب ما يعني إن شاء الله ما عاد حدا أبدا يسمع بهذا الصوت. تماما. وقتها وين كنتي مثلا؟ شو كنتي رح تعملي؟ أنا من حمص، مدينتي حمص يعني تولدي وحياتي ومدينتي. كنت بمنطقة اسمها الزهرة، يعني جاية على الشام سفر كنت، وطلع التفجير. يعني السيارة الأولى ورانا، الثانية كانت هي عبارة عن قاطرة مقطورة عليها ميكب دوشكا وتفجروا. معروف طبعا التفجير بالنسبة للعالم يعني. أكيد نقول لك الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله الله يسلم. ما عاد حدا يشوف شر يا رب يا رب العالمين. طيب وشوف هاي البلد أهم بلد، لو يعني طالت القصة بس نشوفها أهم بلد لأنه هي بتستحق. أكيد كلنا بنتمنى هذا الشيء. طيب قلتي لي إنه لحياتك طاقة سلبية، اليوم رشا إبراهيم بتآمن بفكرة العين وإنه أنا حدا بيحسبني وبيكون مثلا؟ أنا بآمن بالكارما أكثر، وبآمن إنه في طاقات ممكن تلحق البني آدم. أكيد بآمن برب العالمين بالدرجة الأولى يعني، بس بآمن إنه في طاقة. هي القصة طبعا العين هي موجودة بس أنا ما بحب أفكر فيها أكيد يعني، كحالة علمية وكحالة دينية يعني ذكرت تمام هاي العين. أما أنا ماني بموضوع العين، في طاقة سلبية لحقتني وما كانت جيدة أكيد، وحاولت بشتى الوسائل أخلص منها، وأكيد اليوم أنا أحسن وبكمل طاقتي الإيجابية وشايفة الحياة كتير وردية بالرغم من كل المصايب اللي حوالينا. وبخطة إيجابية أنا يعني انه ايه بعطي لهون شوي هون لهون شوي. ايه منيح ممتاز انك شايفه هيك رواق. رشا قلتي لي انه انت عم تتخلصي منه، عم تتخلصي من هي الطاقه السلبيه. تخلصت تخلصت. طيب انت السنه الماضيه لكن قبل ما نبلش هذا اللقاء كنا عم نحكي انك انت اشتغلتي 10 اعمال تقريبا. ايه اليوم اذا نفند هدول الاعمال ونقول انه في بيناتهم يعني كتشبيه هو طاقه سلبيه ما كان لازم ينوجد بس انوجد لظروف، شو بتشيلي من هدول العشر اعمال؟ ولا واحد. ولا واحد. شو السبب انه خلص انا عملتهم ولا احتراما للجهه اللي اشتغلت؟ ايه سؤالك انه اي عمل منهم انا ما حبيت يعني او اعتبرت فيه طاقه سلبيه ولا واحد منهم، بس كان في يعني تقريبا كذا عمل صار فيهم جهد كثير كبير وانا هذا اللي بستمتع فيه اكثر، بالنسبه للجغرافيا اللي عم نصور فيها، بالنسبه للبرد، بالنسبه كثير تفاصيل صارت معنا. ايه تعبت فيهم بس كثير انا كنت سعيده بالتجربه. هذا كان سؤالك الشق الاول. الثاني انه عم اقول لك انا انه اذا بدك تشيلي منهم 2 أو 3 مثلا. لا لا ولا واحد. لا لا ولا واحد، لانه نحن اليوم وقت انا قلت ايه على عمل لو ماني مقتنعه ما بقول الاي اساسا من الاول يعني. حلو هذا. طيب لنحكي اليوم رشا ابراهيم اشتغلت 10 اعمال فانا مسؤوله بقى عن تجربتي، شو بيصير في بعين الله. طيب اليوم انت اشتغلتي 10 اعمال حتى نحكي نحن بشفافيه، هذول العشر اعمال هن رجعوا لك بمردود مادي معين تمام، هو كفاكي لتعيشي هيك حياه كريمه ولا كنت لسه لازم تشتغلي اكثر؟ هلا اكيد لازم اشتغل اكثر لحد
عشر اعمال وما طبعا اكيد لانه في اعمال منهم هي خماسيات او عشاريات فاجرهم بيكون معين، وحتى في اعمال كامله في اجورها ما كثير واو يعني اكيد ما يعني معقوله معقوله الحمد لله، بس انه هي ما انا اكيد اجورها عظيمه يعني. طيب شو اللي بيخليكي تشاركي بعمل رشاوي؟ مهنتي. لا اكيد مليون مهنتي. قصدي اليوم انا مثلا اجاكي انا عرض عليكي مسلسل بعدد مشاهد قليل او بعدد مشاهد كثير، مصاري قليل مصاري كثير، شو اللي بخليكي تقولي ايه او لا من هي الناحيه؟ هلا انا ايام بكون شايفه شيء حلو بالدور فبحب العبه، ايام لو المصاري ما كثير، والعكس صحيح، ايام المصاري بيكونوا زرب بس الدور فقمنا قاعدين نلعب. انا كثير هيك صريحه يعني، لا بس ايه انه ايام في دور انت بيستوقفك او بتحب تلعبه يعني، هي بعمرها ما كانت القصه بعدد المشاهد، ايام انت يعني في شيء انت بتشتغله فهو ايام كرمال ماستر بقلب 300 مشهد ماستر، انت شفت حالك انه رح تعمل فيه شيء كثير حلو فبتقول ايه حلو هذا الكلام. بعدين الظرف العام اليوم ما بنجي نضحك على بعض، وقت اللي عم تشتغل انت ايه ما بتعوض، وقت اللي بتسافر بتصور برا بصراحه يعني. فانت اليوم الشغل ضمن البلد انه هاي شروطه وهاي الوضع العام هاي الظرف العام، ما رح يعني ما رح نضحك على بعضنا ونقول لا انا ما باخذ، لا لا عيني هذا شغلنا وهي مهنتنا. طيب ايام بدك تقبل هذا الشيء كان يعني يطبق فكرة مثلا المشهد الناصر اللي قلتي لي عليه او شفتي الشغله عجبتك بمشاركتك بالرحله 17 مع علي المعقول؟ ايه طبعا اكيد شفناكي بمشهد واحد. ايه طبعا هو اساسا حتى ما فيه ست جمل يمكن. ايه سينما اولا، ثانيا انا علي صديقي جدا، ووقت الحكاني على الفيلم انا اكيد لي الشرف اني شارك لانه الفكره عم تحكي عن وجع بلد، فبغض النظر عن الشخصيه اللي انا عم بلعبها انه ام احمد الرقاويه يعني، بس انه انا عم شارك بفكر يعني هون بهي الحاله يعني، فانا كنت سعيده بالتجربه كثير لانه انا اولا هو قدمني بامانه انه طريقه تقديمه لإلي حتى بالمشاركه بالفيلم هي واحد. اثنين قلت لك انا بفتخر اني شاركت بهذا الفيلم. اليوم مين المخرج او المخرجه اللي اشتغلتي معه ولما بتتذكريهم هلا بتقولي انه عجبني يعني انه انا قدرت اشتغل معه؟ اكيد مدام رشا شربتجي، الاستاذ نجد انزور، المثنى. شو بيختلف كل واحد بيناتهم عن الثاني؟ يعني انت شو الشيء اللي شفتيه؟ كل حدا ذهنيه، كل حدا ذهنيه يعني، كل حدا له عالمه وله طريقته بتقديم الممثل يعني بالشخصيه اللي هو عم يلعبها. مين اكثر واحد عصبي بيناتهم باللوكيشن؟ كلهم عصبيين. كلهم عصبيين؟ لا لا أكتر حدا عصبي هلأ أنا بشوفها ما أنا عصبية قد ما هي مهنية. أستاذة رشا. الأستاذة رشا والأستاذ نجدة ليشو يا ويلي. أنا بعرف بس ما بحكي معنا كتير رواء يعني، أنا ولا مرة صار أي هي، بس أنه لا يعني هنهم كتير مهنيين وكتير بيكرهوا الغلط وكتير بيكرهوا أنه ما في داعي لهي، طب ليه لتعملوها مثلا؟ حقهم يعني دقيقين. مين من المخرجين اللي ما اشتغلتي معه وبحب وبتحبي هلا اشتغل؟ اكيد الله يرحمه، كنت بتمنى اني انا اشتغل مو اشتغل يعني معه بس وقف قدامه، استاذ حاتم علي الله يرحمه. من الموجودين اكيد ليس بحب فكر رامي حنا كثير بحب فكره. ما بتحسي انه رامي حنا هلا بعد شوي عن حالك انه هو بالفعل ياخذ قضيه ويشتغل عليها عمل فني؟ هلا صار عم يشتغل اكثر مع لبنان مع اعمال مشتركه، عم يكون قصص هذا السوق كثير لايت. هذا السوق بس عينه كمخرج شو؟ اكيد مليون بالمية. خلص مو مهم ما دخلنا نقيمه، بس انا هلا اكيد الاساس هو السيناريو باي شيء بالحياه، بس هلا اليوم هذا السوق هذا المطلوب اكيد، هذا اللي الناس عم تحبه. طب انت مثلا ما بتلومي بتقولي لانه من بين كل هالاعمال اللي انت عم تصورها ولا السوق؟ انا بدي لومه لرامي حنا، بتقولي له انه يرجع عملنا عمل هيك حلو تاخذ العقل الله يعطيك الف عافيه. ليك ما قالت شيء. طيب هي لا قلتي لي ليس والله يرحمه استاذ حاتم علي، طبعا اكيد ليس استاذ ليس هجرو ورامي حنا، مين كمان ولا خلص؟ يعني عم هلا هيك هدول اللي مخي وقف عندهم يعني. ايه طيب رح نرجع هيك خطوتين لورا، حكيتي لنا المشكله اللي كانت صايره معك، اكيد بنرجع بتمنى لك مليون مره انه ما تتعرضي لها لا انت ولا اي حدا بتحبيه. شو المشكله اللي تعرضتي لها بالوسط الفني
ومالك قايلة عنها لحدا أو ما حدا بيعرفها، هيك مشكلة صارت معك بينك وبين حدا أو أنت صارت معك وسكتتي هيك غرنتية مثل ما بتقول؟ مشكلة، في مشاكل بتصير معك أنت بشكل يومي؟ أكبر وحدة. لا ما بدي من اليوميات تبع نعروني باللوكيشن. لا ما حدا بيصير جير عني نعرني. إيه بقى بدنا. لا مشكلة مشكلة يعني. مشكلة يعني لا ولا شيء. ولا مرة مثلا؟ لا 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 حدا من الانتاج ومن لا حدا ضايقك مثلا؟ لا بتصير هدول تبع انه تخانقنا مشان وقت او مشان فاقة او مشان تأخير او هدول ايه بصيروا دائما يعني بصيروا انه عادي يعني تلاقي حدا يعني، بس مو انه ما بعتبرها مشكلة انه بنساها يعني بتروح يعني. يعني انت بتنساهم هدول لانه هدول يوميات يعني مثل اي مكان عمل يعني. لا لا ما. طيب شو أسوأ لحظة مريت عليك بحياتك العادية؟ هلا بنحكي بحياتك. إصابة أخي. والوسط الفني. أسوأ لحظة أكيد إنه أنا أجبرت إني بعد فترة بعد ما أنا كنت مأقلعة صح وعم بشتغل مثل ما بدي وا 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 أجبرت بسبب القدر طبعاً وظروفي الشخصية وصحتي وهيك اني بعد فتره، وهلا ان شاء الله يعني القادم افضل يعني ان شاء الله. هي كانت بتقول وهلا رجعت بس ما ردت. لا القادم افضل لانه انا لي 4 سنين راجعه يعني عم اشتغل يعني. لا اكيد لانه بشيلتي انا رجعت كلمة. انا بعتبر انه لحظه انه انا رجعت لكل شيء بالحياه هي لحظه التفجير يعني. تخيل ما قلت لك الحادث او الثاني انه انا متت وعشت، فبعتبر انه الموضوع هي العوده يعني، هي انك ترجع انت بقى، مو الموضوع دراما او حياه يعني مساله حياه او موت يا جماعه. لا بعيد الشيء عن قلبك. طيب احلى لحظه بحياتك؟ احلى لحظات، احلى لحظه بحياتي انا عاطفيه جدا. احلى لحظه بحياتي اكيد يعني في اعمال انا اشتغلتها بفرح فيها كثير على الصعيد المهني عم بحكي، مثل الولاده يعني انا كنت كثير سعيده باني انا عملت هذا الدور، وولاده ابن اخي حمزه هذا الكائن هيك بفرح كثير. يخلي لك. طيب قلتي لي تنتين عصايد الحياه المهني والحياه. طيب حابه حدا رشا؟ ايه اكيد في حدا بالحياه طبعا. وخلص هلا اللي مكرشين عليك بنظر عادي ما لا بدي احبك بحبك ان كنت مكرش وما كنت مكرش. لا حرام عشان ما تضل عاطينا. لا لا اي حابه طبعا حابه. في حدا طبعا نسمع هيك بخبر خطبه او زواج قريبا؟ لا قريبا ما في هيك شيء. ليش؟ على فكره انا بقول اني حابه لو ماني حابه. شلون يعني؟ هي لك رح احكي لك يعني. رح اقول لك السيره هيك يعني بقولها للفكره لانه هي بتريحني بجوانب معينه. انه من باب انه انت مثلا ما بتحبي انه حدا يتقدم لك من الوسط الفني او يقول لك؟ لا لا مو الوسط الفني، من اي وسط. من اي وسط الوسط. طيب مستعجل اقول لك مثلا في حدا من الممثلين المخرجين اجى عرض عليك انه تكونوا بعلاقه سوا او تحبوا؟ ممثلين المخرجين كيف اي ما فهمت. انت بالنهايه متواجده هذا وسطك. ايه الممثلين او المخرجين. ايه اكيد مو سوا. طلبك مثلا للزواج؟ رح اقول لك شغله، انا دائما لا تشوفني هيك، انا بالكاست بكون عباره عن رفيق للكل اكثر من رفيقه يعني، بحب كون هيك يعني. ما دخل. لا يعني رفيق بالنهايه انت بنت. فانا ما بحس ظريفه في حدا حيجي. ما بعطي يعني. اقول لك شغله، دائما انت وقت بتبني علاقات مع الاخر على انه انت نحن اصدقاء نحن رفقه نحن كذا، اساسا ما حدا فاضي يعني، ما حدا فاضي. اكيد تعرضت لمواقف تبع اعجاب واكيد اي حدا يعني بتعرض، بس قلت لك انا ما بعطي هذا المجال بالاخص ضمن المهنه يعني. وخارج المهنة ليش الكذب يعني؟ خلص أنا بس حب حدا بحبه يعني، فأنا على علن معه يعني، عرفت كيف؟ يعني هلا ما في؟ لا في حدا. طيب شو مواصفاته هذا الحدا؟ شو مواصفاته؟ شو اسمه أو شو؟ لا بالله قال لي شو اسمه. شو اسمه؟ لا أكيد ما حترد لي. شو شلون شكله مثلا؟ حتى نعرف شو يعني شو هيك ستايل شكله. أخشى عليكم لو عطيتيهم. الله الله على العشق. طويل عريض قصير نحيف سمين كل شيء. كل شيء انت بس عم تضوعي على مزاجه، مره بيكون طويل مره بيكون قصير. طب ممثل ولا مره بيكون لا 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 ما له لا 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 اكيد ما له ممثل. انا لا لك ليش ما له ممثل؟ انا بحس انه
بيجمعنا بهذا المكان زمالة رفقة شغل هيك، بس بحس انه انا دائما تجارب الممثل مع الممثلة الزوجية او العلاقات او الحب فيها دائما مشاكل. طبعا هي كمان بتصير برا المهنة، بس انا قصدي انا بقولها دائما اثنين على عندهم احلام على مخدة واحدة ما بيشتموا، يعني بنفس المهنة بنفس الطريق بنفس، بصير في شيء ما بعرف. هو ما عنده اي مشكلة مع مهنتك؟ لا، بيحترم مهنتي وبيحبها وبالعكس كثير بيشجعني وكثير بيوقف معي وبيحب كون يعني باحسن مكان. ان شاء الله يا رب على طول بتكوني باحسن مكان رشا. طيب هلا حابين نعرف ما انه نحن وانتي بتمني تكوني باحسن مكان، شو عم تحضري هلا اعمال جديده؟ خلصنا العشاريه وهلا عم صور خماسيه اسمها ازمه حب، وفي مشروع كمان الفيلم بطوله الاستاذ ايمن زيدان. بتحكينا تفاصيل؟ لا ما فينا نحكي تفاصيل لانه مو مسموح هلا. ولا اسمه؟ لا خلص يعني بكره بتعرفوا اسمه لحالكم يعني. ايه وبالمناسبة امبارح اتفقنا على القصة يعني فلسه ما كثير انا. ايه الله يبارك فيك يا رب. والخماسية هلا عم تصوريها ولا خلصت؟ عم صورها لسه ما خلصت. مين معك بال هلا؟ هي بطولة الاستاذ محمد قنوع، كمان في مدام صفاء رقماني، وفي اسماء وطارق كمان طارق نخلة، يعني في اسماء ظريفه بالخماسيه. اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق بهي الخماسيه وبكل شيء بتعمليه. لا هلا عن جد بدي اقول لك انه شكرا كثير انك اعطيتينا من وقتك ونورتينا عبر ليالينا، ان شاء الله ما اكون انا ثقلت عليك. دخيل قلبك، شكرا كثير لكم، بالعكس كنتوا كثير ظراف والاسئله حلوه ومشكورين دائما وبالتوفيق. دخيل قلبك هلا.